حتى هذه اللحظه انا ما تبلغتش من السلطه الفلسطينيه والاجهزه الامنيه يعني بشكل خاص. ما بقدر اتحرك او اتصرف في كوضع طبيعي من دون بلاغ رسمي ووثائق رسميه من السلطه الفلسطينيه. طبعا انا بعني لي انه في البدايه انه ممتاز او يعني شغله منيحه وممتازه، وبنشكر كمان المفاوض الفلسطيني على هاي الجهود اللي كان فيها، وبنامل كمان انه الشعب الفلسطيني كامل ياخذ حريته. وفي المستقبل وتكريس التبادلية والإقلاع عن الخطوات حالية الجارية. قبل أقل من شهر توجه الشعب الفلسطيني إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات. أنا عدو ولا استقرار في الشرق الأوسط حتى الإفراد كامل عن جميع الأسرى. مش